دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى محافظة الدقهلية. هنقابل هناك كيميائي شاب اسمه إكرامي أبو المجد، نجح في تطبيق تجربة هامة جداً لصناعة الدواجن، استخدم رمال البنتونايت المصرية في تجهيز العنبر، والنتائج مبهرة بالفعل. خليكم معنا. رمال البنتونايت، هل ممكن تبقى بديل عند تجهيز عنابر الدواجن لدورة جديدة لنشارة الخشب أو تبن القمح، وتحمي الدواجن من مشاكل الفرشة اللي بتسبب أمراض رهيبة وبترتفع فيها نسبة الأمونيا وخصوصا في الشتاء، وبتكون سبب في نفوء أعداد كبيرة من الدواجن؟ ده التحدي اللي اشتغل عليه الكيميائي إكرامي أبو المجد في محافظة الدقهلية على مدى 3 دورات داجنة، وهو بالمناسبة بيمتلك هو وأخوه المهندس الكيميائي هاني أبو المجد مصنع للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف في الصلحية، وأثبت بشكل قاطع أن رمال البنتونايت عندها قدرة رهيبة على سحب الأمونيا وبتحافظ على جفاف الفرشة أو أرضية العنبر لأنها بتمتص المية وبتتكتل وتجففها في لحظات، ونسبة السلمونيلا فيها 0 والفطريات برضو 0، وبالتالي بتخلق بيئة نموذجية للقطيع طوال الدورة. وخلي بال حضراتكم، مصر غنية بمحاجر رمال البنتونايت، واستخدمها الكيميائي إكرام أبو المجد في عنابر الدواجن بعد معالجتها وطحنها وإضافة بعض المواد اللي ترفع مناعة القطيع الداجني وتقضي على البكتيريا، وبالتالي ما استخدمش في الدورات مضادات حيوية، يعني الفراخ اللي قدام حضراتكم أورجانيك وحيويتها ممتازة. تعالوا نتعرف على تفاصيل التجربة وإزاي ممكن تساهم في تقليل استخدام المضادات الحيوية ونسب النفوء في المزارع. عايز اعرف بقى يعني ايه فرشه عنبر برمال البنتونايت، عايز افهم جبت التجربه دي منين، اكتشفت ان الرمله دي ازاي اصل مصري، ورحت جبتها منين واشتغلت عليها ازاي. دي مش رمله بس، وانت كيميائي يعني ابو الحاجات دي، فهمني عملت ايه. في الاول احنا كنا بنستخدم بقالنا سنين النشاره الخشب او التبن وفضلت الخشب او التبن. فضلت بقى يعني من اول ما بدات الدواجن من السبعينات لغايه النهارده ما بنعدلش فيها، رغم ان الصناعه كل شويه بتتعدل. يعني برضو بعد اذنك خليني اوضح حاجه، خلي بال حضراتكم ان الكيميائي إكرام أبو المجد مش مربي دواجن، هو راجل عنده مصنع في الصلحيه، صح كده؟ مظبوط. بتنتج فيه ادويه واضافات اعلاف ومهتم جدا بصناعه الدواجن، هي مزبوط. اكل عيشنا، صح كده؟ مظبوط مظبوط. من هنا حضرتك عملت العنبر ده عشان تجرب فيه الادويه بتاعتك واضافات الاعلاف بتاعتك. مظبوط. وكمان بدات تجرب رمله البنتونايت. تمام. فشفت في جنوب شرق اسيا بداوا يستخدموا من الرمال، وبيعملوا بيحاولوا يخلوا الطائر يعيش في بيئه صحيه. تمام. واستغنوا خالص عن المضادات الحيويه وشغالين بالبكتيريا النافعه وحاجات زي دي كده. وعندنا رمال البنتونايت اللي هي كلها قدره على امتصاص الروائح وامتصاص الميه كمان، فقمت جبتها وبدات اشتغل عليها، نزلت البي اتش بتاعتها وبالقرص فوسفوريك اسيد وبقت اقل من 7، وبقت بيئه غير صالحه لنمو البكتيريا والفطريات، وغير كده بقى اللي هي ما فيش بتمتص الامونيا وما فيش كوكسيديا، وزي ما حضرتك شايف كده العنبر ما فيش فيه ريحه خالص. دي تجارب خدت منك قد ايه يعني؟ دورتين، دي الدوره الثالثه. دي الدوره الثالثه بالرمل. بالرمل. اللي قبل كده حصل فيهم ايه؟ اللي قبل كده كانوا ممتازين. الدوره ديت احنا قابلتنا صعوبه في الاول علشان نسبه الرطوبه العاليه اللي كانت موجوده اصلا في الجو في الفتره ديت، ونقل الرمل كمان بيتنقل بالليل، فطبعا الشبوره والحاجات ديت، فكان الرمل فيه نسبه رطوبه عاليه. في الشتاء ما كانش عندنا المشكله دي خالص، بس الحمد لله بفضل الله برضه عشان الرمله كويسه صمدت معانا يعني، والحمد لله بفضل الله. انت بتعمل فيها ايه الرمله دي؟ الرمل بتحطها زي ما ربنا خلقها كده؟ لا لا لا، بغير برضو فيها، اللي انا بغير البي اتش بتاعتها ده رقم واحد، وبرضو في سنس، في خلطه سريه بتعملها في الطحن بتاعها. بالظبط. ايه الفرق بينها وبين النشاره؟ النشاره الامونيا فيها عاليه جدا، يعني ما فيش فيها تطور، يعني هي موجوده زي ما هي، لكن عند مثلا هنا العد البكتيري انا معاه من معهد البحوث شهاده تحليل على العد البكتيري فيها، عن الرمل ده السلمونيلا هو العنبر اللي هي السبله نفسها بقى ما فيش فيها سلمونيلا خالص، ما فيش فيها فطريات، زيرو. نسبه البروتين اللي موجوده في السبله دي 18%، بيستخدموها طبعا بره في تغذيه الاغنام شرق اسيا
ده في شرق اسيا بنسب معينه كمان بنسب في العلاج. معينه اه وخاليه من الروائح كمان. طب انت عايز تثبت ايه؟ هل بس مجرد انك تغير النشاره ولا دي ليه فوائد كبيره جدا على صناعه الدواجن؟ طبعا لها فوائد كتيره جدا. كنت بربع النشاره وعملت التجربه اول ما عملتها في عنبرين، واحد نشاره وواحد من الرمله دي. النشاره ما اعرفش لازم هتعمل بمضاد حيوي لازم، لان كده كده صدر الفرخ بيبقى هايبولز، هيبقى عندي سي ار دي كوكسيديا بتنشط، عندي الكوليستيريديا برضو بتنشط. كل ده في الفرش؟ كل ده في الفرشة. ما الفرشة 50% من الأمراض. أول حاجة الأهداب اللي موجودة في الجهاز التنفسي هي الأمونيا، بعد كده بيبدأ بقى يبقى صدر الفرخ سهل، اللي هو ممكن الواحد يعني أي فيروس بقى يدخل له، ممكن الميكوبلازما بتنشط، بعد كده يدخل بقى أي فيروسات طبيعية. فطبعا ده بيساعد الفرخ على بيئة مناسبة، يعني ممكن أربي من غير مضادات حيوية، ممكن نصدر كمان. يعني احنا مشكلتنا في التصدير هي اللي احنا بنربي لازم الفرخة دي لو حلتها مفيش مضادات حيوية خالص، مفيش فيها مضاد حيوي خالص من عمر يوم لغاية النهاردة. خلي بال حضراتكم، رمال البانتونايت في بعض الدول بتستوردها من مصر وخصوصا الصين وتركيا، وبترجع لمصر في صورة رمال قطط في أبوات فاخرة طبعا، وبتتباع بالكيلو. وفي بعض مزارع الخيول في العالم بتحطها ببوكسات الخيول العربية الأصيلة تحت القش، يعني كمان ممكن الكيميائي إكرامي أبو المجد يطلع منها منتجات تانية وليها استخدامات كتير. الفترة اللي فاتت دي كم شهر اللي فاتوا منهم الدورة دي كان في جنبورو مبهدل المزارع ونسبة الإصابات والنفوق وصلت في بعض المزارع حسب ما الناس كانت بتكلمني 40-50%. أول حاجة يا أستاذ محمد، جالي الجمبور ده؟ طيب هنا جالي نسب النفوق كانت كام؟ من 300-400، بس جالي جمبور بقى فتح الباب 300-400 إيه؟ بال 6000. يعني لو هو مثلا عنده 10 طار منه 5 ولا 4000 فرخه، ما هو بسبب انت في 6000 طار منك 400، ما هو الجمبورو مع الجمبورو يعني في حدود 7-8%. فالحمد لله عشان صدر الفرخ، الحمد لله بفضل الله ما فيش فيه يعني مرتاح، ما فيش فيه أمونيا اللي هي هدت الأهداب، فبالتالي الفرخ قدر يقاوم الفيروسات والنفق كان قليل عندنا يعني بنسبة كبيرة الحمد لله بفضل يعني الله. يعني هم كان عندهم 40-50% كان هنا 7-8%. احنا في حدود من 300-400 يعني. معهد بوسعة الحيوان، قطاع الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة، مديرية الزراعة هنا في المنصورة او في الدقهلية، برأيها ايه؟ تابعت معاك الموضوع؟ انا متابع مع معهد البحوث مع دكتور هناك صديقنا يعني دكتور ايمن، هو اللي عامل لي شهاده التحليل، وهندخل ان شاء الله السبله ديت تجربه في اللارج انيمال اللي احنا ندخلها بنسبه 10% من العليقه كمصدر من مصادر البروتين، لان الفطريات فيها صفر، السالمونيلا فيها صفر، البروتين فيها 18 لغايه 20%، يعني اقل عينه طلعت 18 واكثر حاجه 20. هو في الاصل ما هو عباره عن ذره وصويا يعني. طب رحله البحث بقى عن الرمال دي عملت ايه ولقيتها فين؟ هو انا ومين ساعدك تنقلها؟ شايف عندك كميات كبيره. انا دخلت على النت الاول وبعدين عرفت مصادرها، هي موجوده عندنا في شمال سيناء وعندنا من بعد اسوان لغايه ابو سنبل كده، ما شاء الله جبال بقى جميع الانواع يعني وجميع الدرجات، يعني النقاوه اللي 99%. تشتريها من اصحاب محاجر يعني؟ بشتريها من اصحاب محاجر. لكن هي في بقى درجات يعني، في انواع كتيره وخامات شمال سيناء مختلفه عن خامات اسوان، وسبحان الله هي اجود رمال العالم. يعني عندنا البنطونات ده بياخدوه التراكوة ويرجعوا لنا تاني في صوره رمله قطط، بيجي لنا بالدولار. والصين نفس الحكايه، كسبوا 200 جنيه ده و150 جنيه. من عندنا اصله من عندنا، بس هم بيعالجوه وبيدوا لنا بيدوا له روايح وبيدوا له طبقه لون بلاستيك وبيدوا له ريحه لافندر. يعني انت ممكن كمان ان شاء الله مش تعمل فرشه للدواجن بس، انت ممكن تعمل منتجات تانية ان شاء الله. الزراعه الجايه يا استاذ محمد هتبقى في المصنع ان شاء الله الجاي ان شاء الله. يعني ان شاء الله مصنعك فين اللي هتعمله؟ هيبقى جنب مصنعنا اللي في الصلاحيه الجديده، وهتعمل خطوط انتاج عشان تنتج الرمال دي، وهطلع الرمال ديت للدواجن وللقطط ان شاء يعني الله. كل الكميات اللي شفتها جوه دي تعملها على ايدك؟ طب الناس هنا بقى، انت في المنصوره، انت في بلد الفراخ، يعني الناس هنا شافت التجربه دي؟ انا كنت بنزلها على صفحه الدواجن عندنا اللي هو الحاج عبد المغيث، ده صديق شخصي يعني، فكان بينزلها لنا، كان وناس بقى بره يعني. انا عامل التجربه دي يوم بيومه لناس بره يعني، عندي شركه في استراليا متابع معاها التجربه من عمر يوم. يا سلام. وهم دول هم اللي خلوني اللي انا انقل لهم كل يوم اليوم بيومه، عايزين يشوفوا الرمله من غير مضادات حيوي، يعني عايزين يشوفوا التجربه يوم بيومه وازاي اللي انت تقدر تربي من غير مضاد حيوي، لان بره ما بيستخدموش مضادات حيوي في استراليا. وفي دكتور عراقي في ولايه اريزونا متابع معايا برضه، وناس في الاردن ولبنان وتونس والمغرب وسوريا،
والعراق، ناس كتيره متابعه معانا يعني ابو المربين هنا، حد حب يجرب التجربه دي؟ احنا عندنا خد منك الرمل، انا خد مني رمل اصدقاء الدكاتره اللي هم شغالين عندهم مزارع يعني، جربوها عندهم بحيث ان انا اخد برضو ايه مردودهم يعني، ما بقاش انا عنبر لوحده يعني، انا ليا اصدقاء بيربوا برضو. قادر دلوقتي تحسب تكلفه الشكاره دي او الطن كام؟ انت بتبيع بالطن ولا بالمتر؟ بالطن، هي بالطن. نفس تكلفه النشاره بالظبط. عنبر زي ده 700 متر بياخد له تقريبا في حدود 200 حاجه اسمها 200 شليته، الشليته ديت في حدود 40 جنيه يعني 8000 جنيه، بيرجع يبيع حساب له باربعه. انا نفس الحكايه، مش ما بغرموش زي النشاره بالظبط، بديله الرمله وباخد السبله وباخد الفرق بينه برضه، نفس فرق النشاره بالظبط. طب السبله مع الرمل البنتونايت قيمتها بتقل ولا بتعلى؟ بتعلى طبعا طبعا. لانها ممكن تستخدم في غذاء الحيوانات. طب ما ممكن نجيب رمل ونحطه يعني؟ ما هو ناس كتيره جابت رمل عادي وحطوه، بس الرمل العادي يعني خلاص. الفرق بينه وبين البنتونايت ده؟ لا، البنتونايت له قدره على التكتل وامتصاص. هو المريض. انا شايف حاجه عامل زي باودر كده في بعض التكتلات. اه ده بينفعك في ايه؟ بينفعني لانه بيمتص الميه وبيتكتل، بيعمل بيتكور، لما يمتص الميه يتكور. الرمل العادي بيمتص الميه تحت ويخزنها، يأذي الفرخة أكتر ويخليها يعني عايشة في كوكتيل أمراض تحتها. فعشان يعني قنبلة موجودة في الرمل طبعا. رمال البنتونايت كثيفة ومش زي الرمل العادي، وفعلا غريبة لأنها بتمتص الأمونيا تماما اللي بتنتج عن مخرجات الدواجن، ملهاش أثر في العنبر. كمان سمكها يمكن ما يعديش 1 سنتي في كل العنبر، بتتحط والعمال يفرشوها في كل المساحة في ثانية واحدة، والمتر بيتحط فيه من 12 ل15 كيلو رمل بنتونايت، والمتحكم في سعرها النهاردة هو تكلفة نقلها من المحاجر لمنطقة المعالجة والمزرعة اللي بينفس فيهم الكيميائي إكرام أبو المجد تجربه، لأن الطن بيتنقل ب600 جنيه عن طريق مقاولين. ولكن في حالة انتشار فكرة رمال البنتونايت في مزارع الدواجن، أكيد الكميات هتزيد والتكلفة هتقل.